يا مرحبا بيكم في كوجينة يسرا. اليوم حبيت نعمل لكم أكل الكاكاوية الملبسة بالسكر، وإلا يسميوها شوشو جو كخوا. هي حتى كي تعملها في الدار ما تقربش ياسر لمتاع الشارع. مي جبت لكم فازة تكنيك اللي تخليها بالحق بالحق تخش عليها مشرية تهبل وتتقرمش. المكونات نتاعنا شو مش نستحقوا، هي اصلا يعملوها بالكاكاويه الكبيره. امانه كي مشيت نشري ما لقيتهاش، لقيت كان الصغيره. كيف كيف راهي بنينه وتهبل. تنجم تستعمل هذه ولا تنجم تستعمل هذه، اللي قال لك ما تجيش راهو غلط. عندنا كاس سكر، نص كاس ماء، ودو ساشي دو سكر فاني، وباش نستعمل زاده رشه نتاع ملح. المهم تكون الكاكاويه بالقشره نتاعها. انا خذيت لهنا هذايا الفخار، هذايا الطاجين، هذايا حبيت نعمل فيه على خاطره معناتها واسع. هو لازم يكون عندك قلايه والا طنجره، يكون الفوم نتاعها خشين باش ما تلصقلكش ما تتحرقلكش. هنا حطيت الماء وحطيت السكر، مانيش نحط الكاكاوية طول، جوست باش نخليها يذوب شوية السكر هذاك في وسط الماء، ومن بعد نولي نحط الكاكاوية. هنا حطيت دو ساشي دو سكر فاني، وباش نحط بيان سور رشة الملح. إذا أنت مثلا تحب تكون لونها ترو مارون تنجم تعمل معاها الكاكاو، إذا مثلا تحب اللون نتاعها أحمر تنجم تاخو رشة صغيرة نتاع ملون غذائي وتحطه في الوقت هذايا باش الماء هذاك مع السكر الكل يتلون، وحتى مسيوك معناتها يجي ملون، ومن بعد تولي لك معناتها الكاكاويه الكلها معموله. الحاجه لهنا اللي باش ننصح بها، اللي ثم معناتها عباد كي تتفرج فيهم وكل شيء يقول لك دقيقتين ثلاثه ذابت، دقيقتين ثلاثه درشنو بالي، والله العظيم لا، بالحق الخدمه نتاعها الكاكاويه هذه تعب اليد بالكدا بالكدا. ربي معناتها يكون في عونك الناس اللي قاعده تخدم فيها البره هذيك، فك القصعه الكبيره هذيك تراهم في الشارع معناتها يقعدوا يقلبوا يقلبوا، ثم توا ولات دي ماشين معناتها اللي يخدموها بها، على خاطر فريمون بالحق ربي يعين كل حد. توا باش نحط الكاكاويه نتاعي هذيا، ومن بعد باش نخلطها شويه بالمغرفه، لازم زاد لوح باش تتخلط الكلها بك سيغو هذاك نتاع السكر والماء، ومن بعد نخليها تطيب على روحها سله سله. هنا باش نحكيكم فازة، اللي وقت اللي مثلا تخدمها هكايا وتعملها وتحط لها السكر ومن بعد تشوف المراحل كلها، نوعا ما راهو الكاكاويه كي تبلت معناتها بالسيغو هذيا باش تقعد لك شويه معناتها ماهيش كلي ناضجه. معناتها للعباد اللي تحب لو كروستيون معناتها تنجم يجيك السكر قاعد يتقرمش، مي الكاكاويه من الداخل ما تجيش كلي تتقرمش كيما تحب. معناتها اللي جربها بالحق ويعرف معناتها انا فاش قاعده نحكي. هذاك علاش لازمني نعملكم من بعد اون ميثود باش تجي كلها تتقرمش، وحتى من اللون نتاعها يغمق وتجي روعه. توا خليها، المهم راهو فدو ما تزربش وما تعملش معناتها نار قويه تقولكم كوارك باش تزربها باش تجيب لك فيسع فيسع، بالعكس راهي تتهلك لك. اللي تتحرق لهم هذاك على خاطر في المرحله اللي السكر ولا كريستاليزي معناتها باش ترجع هذاك الكل باش يرجع السكر كيما الرمل، لازمك معناتها توطي النار على الاخر وتبدا تخدم فيها بشويه بشويه حتى لين السكر يعاود يتحل ويولي كراميل. كي تعلي عليها النار ولا الطنجره نتاعك تكون خفيفه والفون نتاعها ماهوش خشين، اوتوماتيكمون راهي باش تتحرق لك. توا باش نقعد نخلط في هذيك الكل. بيان سور شفتوا راهو الكعبات كي تبدا راهي ماهيش بالقشره ما يلصقوش، معناتها يكذب عليك. انا معناتها جربتها ثلاثه ولا اربع مرات ما نعملهاش ديما خاطر تعب اليد بصراحه.
ما حبيتش معناتها ان نسرع في المراحل كلها باش تتبعوها بشويه بشويه وباش تفهموها كيفاش. توا في المده هذيه توا الشحور بدا يشيح كومبليتمون وباش يولي نوعا ما توا حبيبات نتاع سكر الكل. ما تتفجعش كي تراها كيكه راهو مش تهلك لك ولا عندك غلطه فيها، لا هذاك هو اللي لازم يصير. ومن بعد راهو باش تقعد تتحرك فيه بشويه بشويه على نار هاديه، ماهيش حكايه دقيقتين ثلاثه، تنجم حتى من درج لدرجين ربع ساعه وانت معناتها تقعد تخلط ما تتدفعش بشويه بشويه الفا سو كاراميليزي. مثلا كي تبدا على طاجين كيما هكايا يبطالك شويه، مش كيما مثلا تبدا على وحده تيفال فيسع فيسع معناتها تكون اسرع. مي انا حبيت على هذايا على الكبر خاطر ما عنديش طاوه معناتها في الكبر هذاك تيفال. نقعد هكيكة نحرك فيه، شفتوا كيفاش معناتها الكل رجع سكر حتى لين الكل يعاود يذوب بشوية بشوية بالفعل متاع السخانة. ما تقويش النار معناتها تتعب ولا تحب تزرب فيها على خاطر اللحظة هذه راهي اللي تخوك خيتيك راهو كان تحرق لك يولي يسيب لك جو أماغ معناتها مر ماهوش بيه حتى طرف. اهو كتوا السكر هذاك الكل معناتها سيء ذاب وعاود رجع معناتها الكونسيستونس اللي انا حشتي بها ولصق في وسط الكعبات اللي بيان سور بالبو اللي بلاش بو ما لصقش. مي فما لهنا تلاحظوا اللي الكاكاويه معناتها مازالت بيضه. ما شو معناتها مازالت بيضه؟ معناتها مازالت نيه، معناتها ما طابتش 100% حتى ولو احنا حطيناها في وسطك الماء وحطيناها في وسطك السيرو من الاول قاعده تطيب. هذيك علاش توا انا باش نهبطها وباش نحطها في طبق نتاع الفور وباش نخليها نشعل عليها من الفوق ومن اللوطا حكيت 10 دقائق هكيكا، نخليها حتى لين يعاود الكراميل هذاك يزيد يلصق مليح بروميرمون، دوزيامون باش الكاكاويه تطيب، وتروزيامون باش اللون نتاع الكاكاويه يبدا اكل غامق هذاك البنين وباش تتعسل وباش الدخليني معناتها الكل يكون كروكون كيما نحنا نحبو. صدقوني معناتها نجربها برشا مرات وتجي بنينه ماهيش خايبه، مي تقعد كيما قلت لكم اكتريه اللي من الداخل هذاك اللي ما يعجبنيش فيها. جربوها بالطريقه نتاعي هذيا ورد بالكم عينكم ميزانكم في الفور معناتها لا تتحرق خاطر من الفوق ومن اللوطه قاعده تشعل عليه على 160 درجه، ما تشعلش معناتها على نار قويه بالكدا. اي اون بلوس معناتها حتى في الفور راك باش تخلطها هكايا شويه تهزها وتجيبها باش ما تقعد لكش معناتها تطيب لك شيره اكثر من شيره. ومن بعد تخرجها ونحيها معناتها من البابي كويسون معناتها من البلاتو خليها على البابي كويسون تبرد لك وصحه وبشفي ليكم. تجيك صدقوني كاكاويه تكون تاع الشارع مشريه مش نورمال في البنة. شفتوا الفرق ما بين التصويره الاولى اللي وريتها لكم في البابي كويسون قبل ما تدخل الفور وتوا هذه بعد ما دخلت الفور؟ شفتوا كيفاش تحمرت وشفتوا لونها كيفاش تبدل وشفتوا معناتها السكر كيفاش ولا الكل هكا عامل كيما القشره متغلفت معناتها مش كلي كعبات هكا نتاع سكر خضراهم. حاسيلو جربوا الوصفه هذه على طريقتي بقدره ربي معناتها تعجبكم وتوليوا ديما تقدوا فيها. وسعوا بالكم فيها شويه على خاطرها تستحق معناتها شويه تعب مي لي ريزولتا فينال طياره. ان شاء الله يا ربي تجربوها وتكتبوا لي ارائكم في التعليقات وتبعثوا لي تصوركم على كوجينه للبيا والا صفحه الفيسبوك كوجينه يسرى كالعاده. وتو كانكم اول مره تدخلوا القناه نقول لكم مرحبا بكم وما تنساوش الاشتراك والى اللقاء في وصفات قادمه ان شاء الله.